السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نبارطاجي معكم جميع المعلومات على كيا سورينتو الجديده. كتخرج موتوريزاسيون قويه ما شاء الله، 2.2 لتر سي ار دي اي ديزل الخوت، بويسونس فيسكال ديالها 8000 شوفو وراق كبار، بويسونس ماكسي ديالها 202 شوفو، بويسونس الكوبل ديالها 440 نيوتن متر، بواط فيتاس 8 تاع لي رابور ا دوبل امبرياج الخوت اوتوماتيك، كونسوماسيون ميكس ديالها 5.8 لتر في كل 100 كيلومتر. اما الفيتاس ماكسي ديالها بارابور هاد البويسونس ديالها ولا فورس ديالها كتوصل ل 205 كيلومتر بارور، 0 100 كديرها في 9.4 سكوند، ما شاء الله قويه. البوا ديالها 1953 كيلوغرام، يعني لا فورس ولا بويسونس تاع الموتور يلا غادي تكافى مع هاد الوزن ديالها، ما شاء الله اللي يقدر يوصل مع لي بيرسون 2 طن ونص بحال هكا. ما شاء الله جيت تشوف الطوموبيله من اهم لي زوبسيون اللي فيها ولي زيكيبمون اللي فيها كشكل خارجي. كيا سورينتو اول ظهور ديالها كان في 2002 كجيل الاول استمر حتى 2009، 2009 تلونص الجيل الثاني اللي استمر حتى 2014، 2014 تلونص الجيل الثالث اللي استمر حتى 2020، والجيل الرابع اللي معنا في 2020 جديد بالكامل. الطوموبيله ما شاء الله من لافاس ديالها كيف ما كتشوفوا تطورات وتيفوليات بزاف من حيث الشكل الخارجي ومن حيث الموتوريزاسيون اللي تعرفنا عليها دابا. كيا سورينتو او كيا عامه معروفه بالتايجر ناوس، هذا هو السيمبول ديال الشركه اللي كاين هنا تيفوليا بزاف وجاف واحد التناسق كبير مع لي بروجيكتور ديالها اللي تطوروا ودخل عليهم تقنيه الليد، جاو فواحد ديزاين زوين زائد ديك لابار كرومي اللي كاينه الفوق وزائد ديك السيليمينوز اللي كاينه تحت لي بروجيكتور، عطا واحد ديزاين واعر اغريسيف تايجر في الحقيقه، والناوس ديالها 100%. عندك لي بارشوك كيف ما كتشوفوا هنا، ها هو لي بروجيكتور ما شاء الله زوينين بزاف. عندك لي غطا من القدام ومن اللور، البارشوك ديالها اوفرون باش يدخل اللير بكونتيتي كافيه للموتوريزاسيون ديالها، هادشي ضروري من الناحيه التقنيه. كذلك لي تريونغل باش يدخلوا باش يدخل اللير كايروديناميك، وغفرواديسمون سيستيم د فريناج اي سيسبونسيون. البارشوك ديالها جا كرومي، جا تناسق كبير مع داك الكالون ديك الباره اللي كاينه فوق تحت الكابو مباشرة وفوق لي بروجيكتور ديالها، ما شاء الله ديزاين زوين. جا الكابو مضغوط كيعطي للطوموبيلة، وكذلك لي زيل ديالها مضغوطين باش يعطيو للطوموبيلة ديك لاغريسيفيتي، ومن لي زيل بومبي باش يعطيوها ديك اللوك تاع الاوف رويد. لي غوتروفيزور باك كامل غابطابل الكتريك، شوفو لي فيتخ ديالها عليهم بارا كرومي، زائد لا بار دو توا كذلك جات اون الومنيوم كرومي. هنا انسيغ ديكوراتيف كرومي كاين بلي زيل والباب، هنا البواني جاو كيتحلو بالبراند اخر تكنولوجي. لا بار دو بروتيكسيون حتى هي كامله جات كرومي في الباتكيس ديالها، ما شاء الله الطوموبيله كيف ما كتشوفوا من ناحيه الديزاين عطاوها لمسه المانيه بامتياز، حيث الصناعه الكوريه بدات كتستعمل بديزاين جينيور بدي ديزاينر من الالمان باش يديفلوبيو من ناحيه الديزاين تاع لي لا برودكسيون ديالهم كامله عامه، ودخلت في منافسه قويه في سيكتور اوتوموبيل في العالم كامل. لي فواغيير ديالها جاوا فواحد اللوك زوينه مديفلوبيه تكنولوجي كتعطي واحد اللمحه للمستقبل. كذلك الكوفر ديالها كيتحل الكتريك كيف ما كتشوفوا هنايا، غابط بالسهل الكوفر ديالو 2625 اترو. عندك لي بونكيت اغيا غابط باش تزيد في المساحه التخزين. شوفوا هنايا الباتكيس كذلك جا البارشوك ديالها كرومي، جا في تناسق كبير مع لابار اللي كاينه او لا مونوغرام ديال سورينتو سي ار دي اي سينيفيكاسيون تاع الموتوريزاسيون اللي فيها. كذلك ما شاء الله الطوموبيله من اللور عجبتني الخوت، داكشي ايبيك فيها، الباك كروم كامل كاين، باك فومي كيجي اون اوبسيون في لي فيتر ديالها، ما شاء الله الخوت زوينه من حيث الشكل الخارجي عجبتني بزاف. من ناحيه لا سيكوريتي فيها لي رادار، الكاميرا دو ريكول، ديتيكتور دو بلوي، ريغولاتور ليميت، ريغولاتور ادابتاتيف ديال لي كيديتيكتي لا ديستونس بينك وبين لي كونديكتور اللي تكونوا معاك في الطريق، هذا من ناحيه السيكوريتي مزيان حيت تحدد السرعه وداك الشيء. هذا من حيث الشكل، هذا من حيث السلامه. شوفوا كي دايره زوينه، لي جونت كاينين من 17 كيوصلوا حتى ل 19 بوس، هذا مزيان، هذا ولا من داك الشيء المطلوب حاليا في الوقت. اجي نشوف الطوموبيله من حيث الشكل ومن حيث لي زوبسيون في الداخل ديالها. كيا سورينتو 2021 في المغرب ما شاء الله ايفوليسيون كبيره، جا الكوير باغ كرومي، لي فيتر الكتريك بواني كرومي، انسير ديكوراتيف من الخشب، دي زيسباس دو رونجمون، لا سويدو بورت فيها سورينتو، لي سياج ديالها او لي سيلغي ديالها جاو سومي كوير، تيجيو اون كوير فيهم فونكسيون ميموار ريغلابل هنا مانيولمون.
الفولون ديالها جا اون كوير ملتي فونكسيون 3 برونش في ليميتور ريغولاتور دو فيتاس، كذلك جا اون كوير كيف ما كتشوفوا هنايا كوموند توتال في الكونسول سنترال ديالك اللي كتعطيها واحد اللمسه تاع الهيبه، واحد اللمسه عاليه تاع الكروس اوفر سي يو في الطوموبيلات العالين الخوت، هذا بينوها نصف هذه الطوموبيله صراحه. كيف ما كتشوفوا هنايا في الكونسول سنترال ثلاثه تاع لي بورت يو اس بي، بوات فيتاس اوتوماتيك دوبل امبرياج، فيها لي مود درايف، ثمانيه تاع لي رابور الخوت ما شاء الله. هنا دي زيسباس دو رونجمون اكو دو سنترال، فيه هنايا دي زيسباس دو رونجمون كوب هولدر. الطوموبيله هنايا انسير ديكوراتيف من الخشب، بواطاغون ديالها هنايا اكليري ريفريشيري كتبرد وكت المهم فيها خاصيه التبريد ما شاء الله، غطاوها بداك المهم الحديد الجديد ديما تيكون هكا بحلاوته. الطوموبيله عجبتني من اللور، عندك لي بونكيت اغي غابطابل كيف ما قلت لكم باش تزيد في المساحه تاع التخزين ديالك. جاو هنايا كيف ما في الفيرسيون هذه سومي كوير، جاو عندك هنايا كوب هولدر حتى في الباب، يعني العلو على الخوت ما شاء الله. طوموبيله استهدفوا بها الشرق الاوسط اكثر حيت هما اللي كيعجبهم الاوف رويد والكروس اوفر سي يو في، الطوموبيلات العاليين بريس تاع 12 فولت، بريس تاع يو اس بي، كليماتيزاسيون اوتوماتيك بيزون فيها ما شاء الله. هنايا عندك ستوب ستارت ايكو كيف ما كتشوفوها تما في حدا الفولون، ديماراج سون كلي، يعني الطوموبيله دخلوا عليها اهم تحديثات اللي خصها تكون في صناعه السيارات، وغادي تدخل في كومبيتيسيون كبيره مع هيونداي سانتا في ومع مجموعه من السيارات في الفئه ديالها كروس اوفر سي يو في. هذه اهم لي زوبسيون اللي قلت لكم دابا من ناحيه الشكل الداخلي والشكل الخارجي. من ناحيه السلامه كاين عندك لي زيرباك فرونت ولاتيرو، سته تاع لي زيرباك، جميع الانظمه الفريناج هذا وجميع لي غادغ من القدام ومن اللور، وزائد الكاميرا دو ريكول، زائد ريغولاتور ادابتاتيف اللي قلت لك هذاك اللي كيديتيكتي لا ديستونس بينك وبين الناس اللي معاك في الطريق، فهو حاجه زوينه كيجي اون كوموند. فواحد الفئه عندك هنا اوتوماتيك البيدال ديال هادو فران سميتو اكسيليراسيون كيجي اون اليمينيوم، ف يا ما شاء الله الخوت. كيف ما كتشوفوا هنايا سبويلر ديالها لي فواغيغ ديالها فوق هنايا ليد، هنا دوبل فلوكس دي شابمون جاو هادو فيك، كيجي سيستم ديكزوست تيجي ما باينش في التحت. طوموبيله ما شاء الله ديزاين زوين، نتمنى لاي واحد فيكم